اهلا بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد. النهارده هنتكلم فيه عن طاقه الابراج ورساله وتحذير او بشرى ساره لكل برج من الابراج في الفتره ما بين النهارده من يوم 9 يناير لحد يوم 23 يناير، وايه هي اهم النصائح الهامه جدا اللي نحب نقولها لكل برج من الابراج. ممكن تكون نصيحه او بشرى او ممكن يكون تحذير. قبل ما ابتدي في الفيديو قولوا لي بتتابعوني من مدينه ايه ومن بلد ايه، ولو بتتابعوني من جوه مصر بيستعملوا لايك للفيديو، لو بتتابعوني من بره مصر بيستعملوا لاف للفيديو. قولوا لي تحبوا نتكلم بالتفاصيل عن ابراج ايه لشهر يناير. طيب تعالوا نتكلم عن الوضع الفلكي للابراج وتاثيراته على كل الناس. يعني اول حاجه الشمس موجوده في برج الجدي لحد يوم كام؟ لحد يوم 20 يناير. بعد كده هتنقل لبرج الدلو. المريخ موجود في الجدي، عطارد موجود في القوس، فينوس موجود في القوس من يوم 29 ديسمبر لحد يوم 23 يناير. القمر طبعا بيتحرك كل يومين ثلاثه. طيب اوكي يا جماعه، اول حاجه استشاره خاصه او قراءه خاصه معايا بليز تبعتوا على الايميل وتقولوا انتوا من فين، وانا في ماي تيم هيرد عليكم بكل التفاصيل. انا مش عارفه العربيه الرخمه بنت الرخمه دي اللي جت ركنت تحت البيت ومشغله يعني مضايقاني جدا جدا. طيب قولوا لي كمان تحبوا نركز عن طاقه ابراج ايه، وقولوا لي بتتابعوني مدينه ايه ومن بلد ايه. ثانك يو كل الناس تقولي يو هاف ا نايس ليبستيك، شكرا شكرا شكرا. طيب وعايزين هنركز برضو اكتر فيها يا جماعه حدث فلكي مهم جدا جدا، هو ان الزهره، ان كوكب الزهره كوكب الحظوظ الصغرى اتنقل لبرج القوس وتاثيره بقى على كل الابراج. فاول حاجه الزهره في القوس دي حاجه حلوه جدا. ليه؟ لان الزهره لما بتكون موجوده في برج يا جماعه بتاخد الصفات الحلوه في البرج ده، بتاخد الصفات اللي احنا هنحبها في البرج ده. فمعروف عن برج القوس ايه؟ التفاؤل. يعني الفتره دي هتلاقي فيه روح من التفاؤل كده، وخاصه ان عطارد كان متراجع وخلاص عطارد بدا يتقدم. طبعا عطارد كان متراجع من يوم 13 ديسمبر لحد يوم 2 يناير وبدا في التقدم. فالفتره دي هتلاقوا فيه تفاؤل اكتر، هتلاقوا فيه ناس كده صريحه مع بعضها وبتجيب الاخر، في رومانسيه كده، في اللي هو ايه، طاقه حلوه، في طاقه منتشره. لان الزهره كوكب الحظوظ السعيده الصغرى ما يكون موجوده في القوس فبتاخد من صفات القوس. القوس متفائل والقوس صريح جدا والقوس محب للحياه كده، فتلاقيكوا حابين الحياه، هتلاقوا فيه تغييرات كده في شكلكوا، ثقتكوا في نفسكوا عاليه. يعني انا بتحدى والله العظيم ان كل واحد من الابراج اللي بتتفرج عليا ان ثقتك في نفسك هتزيد عن شهر ديسمبر، تبقى مستغرب قوي الثقه في نفسك دي جت منين، بس ده تحدي وهتقولوا لي صح ولا لا. طيب هاي يا جماعه، شكرا لكل الكومنتس الجميله دي. تعالوا نبتدي على برج الحمل. برج الحمل انا بشوفك من اكتر الابراج المحظوظه في الفتره دي. اول حاجه عندك الزهره في بيت حظك، فزهره في بيت حظك دي بتدي لك انرجي حلوه قوي، بتدي لك حظوظ قويه، بتدي لك طاقه للتعليم. يعني انت عايز تتعلم حاجه جديده، تحس ان انت عندك باشن كده، في باشن موجود عندك، عايز تدخل كده اللي هو ايه، عندك طاقه عايز تعمل لمهاره جديده. كمان شايفه ان عندك عوده علاقات من الماضي او حسم علاقات عاطفيه. يعني الفتره دي هتلاقي حبيب كده جاي لك من الماضي يقول لك حبيك حبي، بحبك قوي يعني، او هيبقى عايز يرجع تاني، او عايز العلاقه العاطفيه ترجع تاني زي الاول، او يرجع حبيب قديم هيبقى راجع عايز يقول لك ما تيجي كده نرجع لبعض كده، او عايز فرصه جديده. فانا شايفه فتره عاطفيه حلوه، فتره لان الزهره في الزهره في يعني الحاجه اللي هتبقى مرخمه عليك المريخ بتاع الجدي ممكن يخليك اكثر عصبيه او سهل استفزازك. فشويه احذر يا برج الحمل من عصبيتك شويه، وان انت تكون سهل استفزازك. وبرده خلي بالك على صحتك، مواليد برج الحمل الفتره دي ممكن صحتك تبقى مرهق مجهد تعبان صحيا شويه، فبرده دي من الحاجات اللي لازم تركز فيها شويه مواليد برج الحمل. يا جماعه لو انتوا بتابعوني على اليوتيوب في تحت زرار اسمه ثانك يو الدعم للشانل، فاي حد حابب يدعم الشانل بتدوس على الزرار بتاع ثانك يو، بتقدروا تدعموا الشانل باي مبلغ تحبوه. طيب وكمان لحجز استشاره خاصه بليز تبعتوا على الايميل. وقلنا ان في جزء من الفلوس او الدونيشن اللي بتيجي عن طريق ثانك يو دي بتروح لدعم الصيدليات الموجوده في القرى، وخاصه في الدقهليه، عشان انا يعني عندي انا من الدقهليه فبحاول اساعد الناس الموجوده في الدقهليه. طيب برج الثور الفتره دي عندك صحوه ماليه، فلوس كتيره قوي، يا اما بيجي لك فلوس كانت متاخره عليك، او فلوس اموال مشتركه، فلوس جايه من ورث، فلوس حد كان متاخر عليك في فلوس بيرجع يرجع لك الفلوس، وعندك فلوس حلوه قوي داخله لك. يعني ايه؟ يعني يا برج الثور فجأة كده هتلاقي فيه فلوس حلوة جدا جاية، بس احذروا من زيادة ملحوظة في الوزن. انت اصلا برج الثور بتحب الاكل قوي، فتلاقيك هتاكل بشراهة الفترة الجاية، فممكن يبقى عندكم زيادة ملحوظة في الوزن، ممكن برضو تحس بالكسل والخمول. كمان شايفة عاطفيا شايفاك بتراقب شخص، هو ممكن يكون الشخص ده قرر الابتعاد عنك فجأة، او ان انتوا في بعد بينك وبين الشخص ده وانت بتراقبه في صمت. يعني عملت تراقبه وانت اللي مثلا استفزيته او عملت حاجة ضايقته، فهو بعد عنك وانت متغاظ دلوقتي ومتضايق وبتحاول ان انت ترجع له، او بتحاول ان انت
تعال لي تاني يا حبيبي، تعال لي. بحب الاغنيه دي قوي، عارفينها؟ شاطر يقول الاغنيه دي بتاعت مين. اغنيه بتاعت تعال لي قاسي وعنيد. مين اللي بيغني الاغنيه دي؟ الناس القديمه اللي هتعرف. طيب، في حد بيسالني سؤال عجبني جدا، رشا، انا برج الدلو، هل طبعا برج الدلو هيبقى افضل من يوم 21 يا جماعه، لان الشمس هتتنقل لبرجك، فبرج الدلو افضل بكتير جدا من يوم 21 عن يوم 20، لان الشمس هتدعمك وهتتنقل لبرجكم. يا جماعه في ثلاث ابراج مهمه جدا. اول حاجه، المشتري متقدم خلاص في برج الثور، المشتري كان متراجع من يوم 1 يناير بدا في التقدم، فده بيدعم الابراج اللي هنقول عليها دلوقتي. بعد كده الزهرة في القوس، وانا شايفة ان موقع الزهرة في القوس موقع حلو جدا جدا. الزهرة هي الكوكب الحاكم لبرجين على فكرة، برج الثور، فبرج الثور الفترة دي حلو جدا بالنسبة لكم، لان هتبقى متفائل برضو برج الثور، والمشتري بدعمك، يعني هي فترة حلوة قوي. ثلاث اسابيع دولت لازم تستغلهم على اي حاجة انت عايزها، وتقدر تحقق امنية حلوة جدا يا برج الثور. يا جماعة، انا عملت فيديو عن الطاقة الكونية الرقمية ليوم 11/1 اللي هو ولادة قمر جديد في برج السرطان، وخليكم فاكرين التاريخ ده، يوم 11/1 يوم في بوابة طاقية مفتوحة اللي هي طاقة تريبل وان، اللي هي 1111، واليوم ده يوم قوي جدا للاستشفاء، لقانون الجذب، للأمنيات. يعني do your best ان انتوا تعملوا، اكتبوا أمنياتكم، ان انتوا تكتبوا نواياكم في اليوم ده. thank you يا جماعة، ناس تقولي nice makeup. يعني انا عايزة اذكر صديقتي رشا من امريكا، بصراحة هي بعتالي هدية، يعني ال اسمه ايه ده، الروجاجو الايلاينر، بحطيت الروجاجو ايلاينر، ويعني بصراحه ثانك يو رشا. طيب، يبقى ده برضو تور. الجوزاء عندك طاقه حسم علاقات، طاقه حسم، هيجيلك عروض حب كتير قوي قوي، لان الزهره في وشك في الدائره الفلكيه، وكمان عطارد في وشك في الدائره، عندك عروض، شايفه عندك تغيير في العمل. بس برج الجوزاء انت هتبقى ابس اند داونز، انت افضل بكتير جدا من يوم 21، لان من يوم 21 الشمس هتتنقل لبرج الدلو. بس انا شايفه عندك طاقه حسم علاقات، كمان شايفه ان عندكم يا برج الجوزاء علاقات بقى هتقرر هتعمل فيها ايه، في علاقه عاطفيه ممكن تقرر ان انت تمشي منها او تسيب شخص، او ممكن تقرر ان انت ترجع لشخص معين، فيبقى عندك طاقه حسم علاقات كتيره قوي، يا اما شراكات يا اما حسم شراكات، بتدخل في شراكات جديده او بتسيب شراكات، او ممكن يحصل سوء خلاف بينك وبين البارتنر بتاعك، ممكن رجوع علاقات من الماضي، ففيها يعني هتبقى الطاقه بتاعتك متركزه على شراكاتك، شراكاتك العاطفيه، شراكاتك المهنيه، او شراكاتك الماليه برج الجوزاء. ويا فتره ممكن تدخل فيها يا اما في ارتباط جديد، يا اما بتفك ارتباط، يا اما هتتعرف على شخص جديد، يا اما شخص قديم هيرجع لك من الماضي. طيب، السرطان، انا شايفه الزهره سرطان احذره من زياده الوزن، عندكم تغيير في العمل، ممكن تغير شغلك، تغير مكان شغلك، ممكن تترقى، ممكن تروح مكان جديد في الشغل. كمان شايفه ان عندك علاقات صداقه كتير، هتكون اجتماعي كتير، هتعرف على ناس جديده جدا، او شايفه عندك حنين او تفكير في شخص من الماضي، او مراقبه لطرف من الماضي سبته يا برج السرطان، كانك مشتاق او بتراقب شخص من الماضي هو وحشك، او ان انت بتفكر فيه كتير جدا جدا. عندك عوده علاقات، في باب جديد للشغل بتفتح، او فرصه عمل جديده بتفتح لك، عندك استشفاء من مرض، بس احذره من زياده في الوزن. القوس يحذر من زياده في الوزن، السرطان يحذر من زياده في الوزن، التور زياده في الوزن برضو، فاحذره من زياده في الوزن يا برج السرطان. اوكي، بس انا شايفه ان انت يا اما بتراقب شريك ليك من الماضي، بتحس بطاقه اللي هو طاقه اشتياق لشخص من الماضي، هو مشتاق لك وانت مشتاق له على فكره، او بتراقب شخص من الماضي بتسال عليه، يا اما عندك برضو تغيير في العمل، بتغير مكان شغلك، بتغير في حاجه، تغيير له علاقه بالشغل عندك يا برج السرطان. طيب، برج الاسد، انت من اكتر الابراج المحظوظه في الفتره دي، شايفه عندك، لان الفينوس كوكب الحظوظ الصغرى موجود في بيت حظك، فعندك رجوع علاقات، صلح بينك وبين حبيب، عندك عزومات كتيره، خروجات حلوه، واثق في نفسك، عندك كاريزما، هتبقى باحتفالات، عندك احتفالات كتيره قوي اسد الفتره دي، عندك علاقه، ممكن سفر مع شريك، او علاقه جديده بتدخل فيها، او رجوع لشريك من الماضي، سعاده عاطفيه، بداية قصة حب جديدة، علاقة جديدة، عندك ايزي ماني جاي لك، فلوس حلوة جاية لك، فلوس كانت مثلا متأخرة عليك بتدخل لك، علاقات اجتماعية قوية جدا، فأنت من أكثر الأبراج المستفيدين من زهرة القوس، وهتبقى أكثر تفاؤلا، عندك عروض حب كتيرة للعزاب، عندك سعادة، انطلاقة، طاقة انرجي حلوة يا برج، انرجي حلوة جدا جدا يا أسد. قولوا لي يا جماعة بتتابعوني من مدينة إيه ومن بلد إيه، وقولوا لي تحبوا نتكلم بالتفاصيل عن أبراج إيه، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو تتابعوني من جوه مصر، او لاف للفيديو تتابعوني من بره مصر، والحجز استشاره خاصه بليز تبعته على الايميل على رشا دوت سنقوله @gmail.com.
طيب العذراء، العذراء بقى برج العذراء شايفه عندك طاقه عاطفيه حلوه، اما بترجع لعلاقه من الماضي او علاقه او كان في باب صلح بينك وبين شخص انت كنت بعدت عنه او سبته او سبته ببعض، فعندكم صلح جديد. عندك كمان اهتمام باسرتك، اهتمام بعيلتك، اهتمام ببيتك، ممكن تعمل نيو لوك في البيت بتاعك، بتغير نظام البيت بتاعك، بتهتم بامور بيتيه عائليه. عندك كمان شايفه عندك تغييرات في حياتك، في تغييرات شكلك، ممكن تعمل دايت. انت شايفه ان برضه العذراء عنده زياده في الوزن، فممكن تكونوا بتعملوا دايت، بتعملوا نيو لوك في الشغل بتاعك. يعني شوف الفتره دي كانك في الشغل بتغير طريقه شغلك، بتغير طريقه تعاملك في الشغل، فعندك تغييرات كتيره جدا جدا. كمان شايفه يا برج العذراء ان انت بتهتم بصحتك بعد وعكه صحيه مش افضل حاجه. عندك بلان للسفر، كانك بتحضر للسفر، بتغير طريقه شغلك، بتغير اسلوب شغلك. عندك معجبين كتير، عندك تغيير مكان، عندكم شغل كتير، بس بتقدر ان انت توصل للحاجه اللي انت عايزها. اهتمامات عقاريه برضو عندك يا برج العذراء. كمان بتخلص، عندك وضع قضائي مهتم بيها او قضية انت مهتم بيها، معاملات بنكية برضو مهتم بيها. عندك حيرة في الحب، او عندك يعني حيرة مع شخص انت بتحبه، في رجوع علاقة عاطفية انت والشخص ده كنتوا مزعلانين ببعض، متخاصمين مع بعض، وكنتوش تتكلموا مع بعض، هترجعوا تتكلموا تاني، بس الشخص ده يبقى محيرك في الحب كده، مطلع عينك يا برج العذراء. قولوا لي يا برج العذراء فعلا هل انت عندك حنين، كان عندك حنين لشخص من الماضي وتصالحته ورجعتوا لبعض ولا لا؟ وشايف عندك زياره للطبيب، ممكن تعملوا تحاليل او تزوروا الطبيب او تدخلوا مستشفى شويه، يعني دكتور، تزوروا دكتور، مش تدخلوا مستشفى، تزوروا دكتور. طيب برج الميزان، برج الميزان الفتره دي انت من اكتر الابراج المستفيده من فينوس الموجود في برج قوس. عندك سعادة، عندك انطلاقة، ثقتك نفسك بتزيد، عندك اهتمامات عائلية، اهتمامات علاقاتك حلوة قوي، بتنطلق لقدام، كاريزماتك، شكلك الناس هتقولك واو يو لوك بيوتيفول، هتخسوا كده، انتوا اللي هتعملوا دايت بقى يا برج الميزان. عندك اخبار سعيدة بتسمعها، طاقة تفاؤل، جرعة تفاؤل، شكلك حلو، انا شكلك حلو قوي قوي يا برج الميزان. يو ويل بي مور اتراكتيف ذان انت، جالك برضو عروض مالية قوية، عندك سعادة، عندك فرح، عندك خروجات حلوة، بتخرج خروجة حلوة بقى، عزومات حلوه جدا، يعني الاسد وكده والميزان عندك خروجات حلوه، هتنشط نشاط اجتماعيا قوي، هتحضر ايفنتات، حفلات، شهره، لقاءات، لقاءات مع انترفيورز، لقاءات مع اشخاص مسؤولين، سفر، سفر كتير، علاقات جديده، دايره معارفك هتزيد، كانك كنت في جره وطلعت لبره. خد بالك ان الزهره هي بيتك يا برج الميزان، فلما تكون في برج صديق لك زي برج القوس بتدعمك وتدي لك طاقه حلوه قوي، بتدي لك سعاده وتدي لك نشاط حلو وقوي جدا جدا. برج العقرب، عندك فلوس يا برج العقرب، عندك فلوس بتجيلك، فلوس كانت متاخره هتجيلك، حد كان المفروض يدفع لك حاجه وما كانش دفعها لك هيدفعها لك، فعندكم سعاده كده في المال، عندكم طاقه ماليه قويه جدا. برضو شايفاك واثق في نفسك، بتنظم امورك، عندكم سفر او تحديد سفر، هتحجز تذكره سفر يا برج العقرب الفتره الجايه. كمان شايفه فلوس حلوه جايه لك، بتدفع قسط، بتدفع حاجه كانت متاخره عليك، بتظبط امورك الماليه، ففتره ماليه قويه جدا 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 يا برج العقرب. يعني العقرب والثور عندكم فتره ماليه ولا اجمل ولا اروع. طيب برج القوس، هو 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 يا برج القوس، يعني فلوس تلاقي، حب تلاقي، خروجات تلاقي، فسح اجتماعي، ثقتك في نفسك عاليه قوي، حاسس بقيمه نفسك، حاسس بقيمتك، منطلق، عندك طاقه سعاده، طاقه فرح، طاقه انطلاقه قويه، خروجات، فسح، سفر، كان انت معاك اللي هو مصباح علاء الدين، يعني بتحقق، يعني عندك امنيه تتحقق، سعاده، فرح، خبر مثلا بمولود جديد، طاقتك العاطفيه حلوه، تبقى جذاب، اتراكتيف، عندك شهره، نجمك هيلمع قوي قوي، شكلك هتبقى اتراكتيف، جذاب، جالك عرض حب، بس احذر في علاقاتك مع البارتنر بتاعك، يعني ممكن يحصل اشاعات، حاجه تضايقك بينك وبين البارتنر بتاعك. الجدي، شايفه عندك فرصه عمل جديده، انطلاقه عمليه، فرصه للسفر، بتحضر للسفر، كمان شايفاك بتتعالج من شيء او بتاخد، عندك لقاءات سريه حميميه او لقاءات عاطفيه سريه، عندك حاجات بتحصل في السر، عندك يا برج الجد، يعني علاقه عاطفيه تبتديها في السر او رجوع شخص من الماضي في السر، فعندك لقاءات سريه كتير، عندك فرصه عمل جديده، ترقيه، بتكسب اشخاص جديده، اجتماعياتك حلوه، ثقتك في نفسك حلو، يو لوك كاريزماتيك، وعندك خبر حلو بتسمعه برضو، انت من اكتر الابراج المحظوظه في الفتره دي اللي لازم تشتغل على. نعم يا عمر، في الاوضه عندي حاطاه في الشاحن. سلام، رن رن سكتيهم، بس اضربيهم يا رند بعد كده. فبرج الجدي انتوا من اكتر الابراج المحظوظه، من اكتر الابراج اللي عندها طاقه حلوه، من اكتر الابراج اللي لازم تستغلوا العشر ايام دولت لمصلحتكم، عندكم امنيه بتتحقق، كاريزمتك عاليه. عمر، عمر، بس انت ليه طلعتيها عندك يا رند؟
عمر خلاص معلش يا جماعة كلابي ومزاجي. طيب هيضربوها يا عمر كده. ايه اللي حصل؟ lost my boat. هجيبها لك دلوقتي. فبرج الجدي انت من اكتر الابراج اللي لازم تستفيد في الفترة دي، وهي فترة قوية، فترة يعني promising بالنسبة لك. تسمع اخبار حلوة، بتشوف ناس ما شفتهاش من زمان، عندك عودة علاقات، بتحقق امنية، بتقضي وقت ممتع، لمة عيلة، احتفالات، ترقية، مديرينك واشخاص كتير هيبقوا راضين عنك، بتاكل اكلة حلوة، عندك عزومة حلوة. كل سنة وانتم طيبين. اصلا يا مواليد برج الجدي انتوا عيد ميلادكم مستمر لسه معانا لحد يوم 20، فكل سنة وانتم بخير وكل عام وانتم طيبين. والناس مواليد برج الجدي قولوا لي عيد ميلادكم امتى. وكمان هتبقى كاريزماتك، شكلك حلو، اتراكتيف، جذاب، ناس بتحاول تقرب منك، ناس بتحاول تتعرف عليك، هيبقى شكلك امور كده. وناس ممكن في العمل يجي لك معجب سري في العمل، او شخص جديد هيحاول يقرب منك ويبهرك يا برج الجدي. اصلا الجدي على طول جذاب واتراكتيف يعني. طيب بعد كده خلونا نتكلم عن مواليد برج الدلو. فتره قويه، فتره جميله، الفينوس في برج صديق ليك يا برج الجدي. عندك بدايه عمل جديد، بدايه فرصه عمل، بدايه شكلك امور، بترجع لعلاقه عاطفيه، بتحس بالكاريزما، عندك زياده برضو في الوزن يا برج الدلو. خلي بالك علاقاتك حلوه، عندك امنيه هتتحقق بمساعده صديق ليك. كمان عندكم عزايم حلوه جدا جدا، خروجات حلوه، فسح حلوه، هيجي لك برضو فلوس حلوه يا برج الدلو. فتره قويه، وانت افضل من يوم 20، زي ما قلنا الدلو افضل من يوم 20، الجوزاء افضل من يوم 20، الميزان افضل من يوم 20. الاسد اللي يحضر بقى من بعد يوم 20، لان الاسد من بعد يوم 20 الشمس هتتنقل برج الدلو، ده موقع مش داعم اطلاقا ليك يا برج الاسد. ثانك يو، اي لاف يو، بحبكم جدا جدا. الحوت انت تحت الاضواء يا برج الحوت، يعني الاضواء حواليك، شايفه ممكن شخص كنت زعلان منه تتصالح معاه، بتعلاقه صداقه تتحول علاقه حب، عندك كاريزما، عندك نشاط، عندك اهتمام بنفسك، شكلك حلو، بتخرج خروجات حلوه، عندك سفر برضو، عندك شهره، بس احذر من مخالفه القوانين واحذر من علاقاتك. بس عندكم صداقات حلوه، عندكم سفر، عندكم انطلاقه حلوه، هتسافر سفرية تتبسط فيها، هتقضي وقت ممتع، هتشوف مثلا صحابك ما شفتهمش من زمان، اشخاص كتير ما شفتهمش من زمان. يبقى الاشخاص اللي لازم، الابراج اللي لازم تستغل طاقتها لحد يوم 20، 1 الجدي، 2 العذراء، 3 بس بقى عايز ايه يا عمر؟ انا كنترولر محطوطين تحت الاشربات بتاعتي على الكرسي. اشربات يا مش فاهم، يعني السكارفز على ايد الكرسي. استنوا يا جماعه لحظه، كلاب دي تخش جوه. معلش الدنيا ضلمت، انا كنت بستخدم الاضاءه بتاعه اضاءه الشمس والدنيا الشمس راحت. فبقول لكم برج ال يعني هنقول تاني مين، يعني الشمس بتدعم الابراج الترابيه لحد يوم 20، يعني الثور والجدي والعذراء والحوت والعقرب هو من اكتر الابراج المحظوظه لحد يوم 20. بعد يوم 20 الاسد يخلي باله طبعا، طول شهر فبراير، كل فبراير في الحياه كده لازم برج الاسد يخلي باله يحضر. بشكركم، بحبكم، اي لاف يو، باي، مع السلامه. اعملوا شير كتير كتير لاي حد محتاج يسمع الكلام ده، كل واحد يقول لي طاقته مسيطر عليه ايه. انا فعلا الفتره دي يا جماعه عندي اهتمامات عائليه رهيبه، ان عمر ابني عنده امتحانات بتاعه نص السنه، كمان رند انت عندك امتحان العربي على فكره، والدراسات انت عارفه كده، والدين الاسبوع الجاي. فولادي عندهم امتحانات الوزاره، لان هم في انترناشونال فعندهم امتحانات وزاره، فالفتره دي فتره اهتمامات منزليه قويه جدا جدا. ثانك يو، اي لاف يو، باي، مع السلامه.